نبدأ اتفضل. نروح للخبر الأول معانا، وهو خسارة سيدات سلة النادي الأهلي في نصف النهائي أمام إنتر كلوب الفريق الأنجولي. الفريق ده البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 مرات. النادي الأهلي حقق البرونزية في البطولة دي، أول ميدالية مصرية في تاريخ البطولة. ولكن الأهم من كل ده هو المشهد اللي قدامكم على الشاشة، بكاء نجمة النادي الأهلي في كرة السلة اللاعبة ثريا، وكان مشهد مؤثر جدا، وكان طبعا إنجاز بيأملوا فيه، ولكن اللي اتحقق ده أول مرة فريق مصري يحقق الإنجاز ده. إنجاز كبير. بس اللي عايزين نتكلم فيه حاجة مختلفة، بكاء ثريا. البعض في بعض الصفحات يا أحمد وكالعادة النفوس التي لا تعقل الأشياء تناولت الموضوع بشكل ساخر نسبيا، ولكن بكاء لاعبة إن هي كانت عايزة تحقق البطولة أفضل بكتير جدا جدا من بعض اللاعبين اللي بنشوف مجالس الإدارات بتجتمع بيهم وبيكون الحديث عن التراخي والتخاذل بسبب المستحقات أو تأخيرها. وده الفرق اللي يخلينا نعرف ان احيانا بكاء السيدات وعلى راسهم ثريا بيكون رساله لكثير من الرجال. تاكيد يا فارس، وده اللي اعتدنا عليه في النادي الاهلي، برغم ان الميداليه البرونزيه دي انجاز تاريخي لم يسبق لفريق نسائي في كره السله تحقيقه، ودي كانت اول مشاركه كمان للنادي الاهلي، لكن ده اللي تعودناه. واكيد حضراتكم فاكرين كويس قوي الفيديو بتاع الاطفال اللي كانوا تحت 13 سنه لما خدوا مركز ثالث على مسابقه الجمهوريه، والطفل كان بيبكي قال ما تعودناش في النادي الأهلي إلا أننا نحقق اللقب. هي دي جينات النادي الأهلي، سواء رجال أو سيدات أو حتى أطفال. وبأننا اتكلمنا عن السيدات والأطفال، إحنا مش عارفين بطلتنا دي نصنفها إزاي، لأن الحقيقة هي البطلة المعجزة.